السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتعلم ازاي ندخل الواي فاي على طبقة البرازر 2625. بسم الله، هنبدأ ندخل على الصفحة الرئيسية، المنيو. من المنيو من الأسهم نختار النتورك، ومن النتورك نوصل ل الدبليو لان. نختار من الدبليو لان ال دبليو لان ويزارد، هنختار ال دبليو لان. بعدين نوصل ل بالسهم ل دبليو سيت اب ويزارد زي ما توضح قدامنا في الشاشة الآن. تمام. بعدين بعد ما نختار ال دبليو الويزارد، هتفتح من الجوال نقطة الاتصال. بعدين هنعمل سيرش من خلال الطابعة اللي هي السيت اب ويزارد. بعد ما تعمل سيرش هيظهر لك كل الشبكات اللي متوفرة. هتختار اسم الشبكة اللي عندك، سيرشنج اس اس اي دي. طبعا انت فاتح نقطة اتصال على الجوال عندك، هتعمل سيرشنج. بعد ما تخلص سيرش هيظهر كل الشبكات المتوفرة. هتختار اسم الشبكة اللي نقطة الاتصال عندك على الجوال. هندخل الباسورد بالشكل ده من خلال الأسهم 012، أرقام الرموز كله متوفر إن شاء الله. تمام. ده فهيبقى متوفر قدامنا كده زي ما وضح قدامنا على الشاشة. طبعا طبعة البرازر ال 2365 دي دبليو اللي هي بتطبع على الوجهين. طبيعة الحال برضو بتشتغل على 2540 اللي بسكانر وفيدر سحب آلي. نفس النظام برضو، بتدخل على نفس الطريقة ديت لو عايز تطبع من الجوال او نقطة اتصال، بيشتغل نقطة اتصال. وفي برضو لو عايز تحط الراوتر، تحط رقم الراوتر كله بنفس الطريقة الموضحة. طريقة سهلة وبسيطة خالص، ممتازة جدا وعملية وسريعة في نفس الوقت. احنا وصلنا دلوقتي نقطة الاتصال بتاعتنا وعملت كونكتد زي ما احنا شايفين كده. فلازم تطبع لنا ورقة بعد بالتثبيت وبالطريقة اللي احنا دخلناها، ويطلع لي في اسم نقطة الاتصال عندي في الورقة اللي هتطبع كده. يبقى احنا شغالين مظبوطين. وطريقة إدخال الرقم نقطة الاتصال مظبوطة، يعني احنا طبعا الورقة كده متسجل فيها كل البيانات، نقطة الاتصال اللي احنا حطيناها، أمورنا تمام. المرحلة اللي بعد كده، في بالنسبة لجوالات الآيفون بتطبع مباشر، محتاجش أي تطبيقات. الأندرويد بتنزل تطبيق برازر، حتى الآيفون لو عاوز تسهل عملية الطباعة بتنزل التطبيق، تنزله من على اللي هو الأبل ستور أو اللي هو السوق بلاي. بنفتح السوق بلاي زي احنا شايفين كده، بنكتب برازر الطباعة، برنامج زي ما احنا شايفين كده بشكل البرنامج برازر اي برنت اند سكان، بس ونطبع اي صورة، نفتح أي